حاجة إذن لازمة في طرطوس كما ذكرت سيد النعيمي هناك شحنات أسلحة تم استهدافها وضربها من في هذه الضربات والقصف الإسرائيلي في طرطوس. في دمشق هناك أيضا بحسب أيضا وكالة رويترز وأيضا صحف محلية بأن أيضا المواقع المستهدفة هي مواقع لحزب الله المدعوم إيرانيا في ريف دمشق. ماذا عن القصف في دمشق سريعا لو سمحت؟ أعتقد بأن المناطق التي تم استهدافها بدمشق هي مناطق قيادية لقيادات حرس الثور الإيراني، قد تم استهدافها مؤخرا نتيجة للتحركات التي جرت بالتزامن مع تلك الاستهدافات. أيضا ربما السبب الرئيسي في تلك الاستهدافات هو تحرك منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى التي لا تتجاوز مداها قرابة 40 كيلومتر، فإيران تسعى بشكل أو بآخر من أجل تأمين شبكة دفاعات جوية قصيرة المدى من أجل حماية قواعدها. لذلك تلجأ إسرائيل بالمقابل باستهدافها عبر صواريخ دليلة بعيدة المدى، يعني داخل أجواء اللبنانية لديها قدرة على الولوج إلى عمق سوريا بمسافة تقريبا تزيد عن 250 كيلومتر، وبذلك تتجنب الدفاعات الجوية. وتزامنت تلك الاستهدافات مع تحريك لمنظومات الدفاع الجوي، لذلك تم الاستهداف بناء على ماهية التحركات ورصد الشخصيات المتواجدة في هذه المنطقة أو رصد القوى التي ستقوم بتأمين الطرق الدولية لاستخدام تلك الأسلحة باتجاه حزب الله. سأعود إليك.